يعني قبل قليل قبل حوالي أقل من ساعة من الآن فعليا يعني توقفت الاقتحامات، ولكن منذ صباح هذا اليوم شهدنا حالة من القلق والتوتر في محيط المسجد الأقصى المبارك، لا سيما أبواب المسجد الأقصى المبارك. مع منذ صباح هذا اليوم يعني شهدنا اقتحام واسع للمستوطنين المتطرفين من باب المغاربة، شهدنا أكثر من 800 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من سلطات الاحتلال التي كانت منذ صباح هذا اليوم أيضا تتجهز لفتح المجال أمام هذه الاقتحامات الواسعة من قبل المستوطنين المتطرفين الذين اعتدوا فعليا على باحات المسجد الأقصى وحاولوا يعني تأدية الصلوات التلمودية في باحات المسجد الأقصى. أيضا منذ مساء الأمس ومنذ صباح هذا اليوم أيضا شهدنا إغلاق لكافة المداخل المؤدية للبلدة القديمة، لا سيما محيط المسجد الأقصى المبارك وأبواب المسجد الأقصى المبارك. في هذه الأثناء يعني تمارس سلطات الاحتلال وفعليا تشدد على دخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك إلى صلاة الظهر في هذه الأثناء، ولكن قبل قليل ومنذ صباح هذا اليوم منع الفلسطينيون من أداء صلواتهم داخل المسجد الأقصى المبارك، وحرموا أيضا موظفي الأوقاف من الدخول إلى أداء مهامهم داخل باحات المسجد الأقصى للسماح للمستوطنين المتطرفين بالدخول بين الفينة والأخرى عبر مجموعات واسعة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك فيما يسمونه ذكرى خراب الهيكل، والذي يعني يؤدون فيها الصوم والحداد على خراب الهيكل في اليوم الثامن من شهر آب وفق التقويم العبري والذي يوافق اليوم من التقويم الميلادي. يعني أيضا منذ الأمس شهدنا تنظيم الجمعيات الاستيطانية لجولات ومسيرات استفزازية حول أسوار البلدة القديمة، شهدنا أيضا اعتداء على الفلسطينيين في محيط البلدة القديمة وأيضا باب المجلس، وأيضا منذ صباح هذا اليوم وحول أبواب باب السلسلة المكان الباب الذي يخرج منه المستوطنين بعد دخولهم من باب المغاربة، شهدنا أيضا اعتداء على المصلين المحتشدين حول أبواب المسجد الأقصى في هذه الأثناء بعد أن منعتهم سلطات الاحتلال من الدخول لباحات المسجد الأقصى المبارك. أيضا شهدنا اعتداء واضح من قبل سلطات الاحتلال أنفسهم على المتواجدين. يعني يبدو أن المستوطنين يدخلون إلى المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، ماذا عن الإجراءات الأمنية أيضا لعزل القدس عن المناطق المحيطة بها؟ صحيح، يعني منذ ساعات متأخرة من الليلة الماضية فعليا عززت سلطات الاحتلال من تواجدها الشرطي في محيط البلدة القديمة، وأيضا أغلقت الطرق المؤدية للبلدة القديمة كافة بالسواتر الحديدية عدا عن تعزيزها المنطقة بالكامل بالقوات الخاصة، ومنعت فعليا الفلسطينيين من التنقل إلى داخل البلدة القديمة. هي فعليا أغلقت العديد من الطرق للسماح للجمعيات الاستيطانية وأيضا المستوطنين بأداء الشعائر وأيضا بأداء يعني برنامجهم الذي كان من المقرر لأدائه خلال اليومين يوم أمس واليوم، أيضا من يشمله جولات استفزازية في محيط المسجد الأقصى والمرور عبر عدة طرق. كان من المتوقع أيضا من سلطات الاحتلال إغلاق كافة هذه الطرق للسماح للمستوطنين بالدخول ويعني عدم عرقلة حركتهم خلال أدائهم لهذه المسيرات الاستفزازية والتجولات حول أبواب المسجد الأقصى المبارك وأيضا أبواب أسوار القدس بالأكمل. نعم، مراسلة الغد من القدس ياسمين أسعد، شكرا جزيلا لك.